اهلا بكم متابعي انفاس تي في. في هذا اللقاء اللي غيجمعنا بالكاتب والصحفي محمد شروق باش يحدثنا على جديد اصداراته الادبيه. اهلا سي شروق. سي شروق حدثنا شويه على كيفاش جاتك الفكره ديال اصدار كتاب على حي البرنوسي. اول الكتاب من 2017 بما انني يعني صحفي كاتب اعشق الكتابه، وبالنسبه للكتابه هي واحد الباسيون. فكتبت دويلات على البرنوسي، الذكريات ديالي في حي ديال البرنوسي اللي دزت فيه وقريت فيه وكبرت فيه ونشات فيه. من بعد وقع واحد التفاعل من طرف سيغتو الناس من الجيل ديالي والجيل اللي سبق، تيلقاو تصحيحات، تصحيح ديال المعلومة، كيلقاو إضافات، كاين اللي كيبعث لي صور. جات 2018 2019 بدات كتجي الفكرة ديال اقتراحات على أساس أن جمع التدوينات في إطار كتاب حول سيدي البرنوصي. هنا نجت الفكرة، هنا تحول الأمر من مجرد يعني تسلية الى مسؤوليه تاريخيه. فهنا ولا واحد التوثيق ديال واحد الحي اللي عنده ذكريات كبيره واللي حافل بالاحداث. وهنا بديت كندير العمل ديال الصحفي، وليت كنحاول نتواصل مع الناس القدام ديال البرنوسي، كنتصنت ليهم، كنبحث على الصور، كندقق في المعلومه ركوبمو يعني تعدد المصادر. هنا بدا هذا هو الكتاب. ملي جا كوفيد في الحجر الصحي، بما انني عندي تجربه سابقه مع السرطان وكنت خايف بزاف، فطبقت الحجر الصحي 100% تقريبا واحد 4 اشهر ما فتش الباب ديال الدار. فكانت فرصه انني نعمر الوقت بالكتاب ديال البرنوسي. قلت جات كوفيد، الحجر الصحي، انا جالس في الدار، اذا غادي كندير حلقه في النهار وكنشر في فيسبوك. وهذوك التفاعلات ديال الاخوات والاخوه ديال البرنوسي صراحه استفدت منهم، وهذه فرصه باش نشكرهم. وتقدر تقربنا اكثر من المضمون ديال الكتاب ديالك؟ الكتاب هو عباره عن ذكريات، اولا ذكريات شخصيه ديال محمد شروق، ولكن محمد شروق ما كانش بوحدو. ملي كنمشي للبحر، البحر النحله نقول احنا البلديه، ما كنمشي بوحدي. ملي كنلعب كره ما كنمشي بوحدي. ملي كنمشي للتيران نتفرج في راشد البرنوسي ماشي بوحدي، كنمشي للمحمديه. يعني هذا ذكريات شخصيه ولكن في اطار جماعي. ملي كنمشي كنهضر على السينما السلام اللي ما بقاتش، فاش كندخل السينما كتكون الافلام اللي كنتفرجوا فيهم في الحومه في الدرب، يعني هما ذكريات شخصيه ولكن في اطار ديال الفضاء، واحد الفضاء عام اللي هو البرنوسي، الحي اللي ما كان عندنا والو في البرنوسي، حي مهمش، حتى الطوبيس ما كانش عندنا، الطوبيس كنحدوا الحديقه ديال عين السبع. فما ادراك بالطاكسي الاحمر، يعني الطاكسي الاحمر ما كيدخلش. وهذا بالنسبه هذا الكتاب بالنسبه فرصه بالنسبه للجيل اللي كيعيش دابا في البرنوسي، اللي ولا حي الحمد لله تطور بزاف، ولا نموذج ديال الحي الشعبي بفضل العمل اللي قاموا به واحد العدد ديال الناس. فاللي كيقرا دابا غادي يقرا الكتاب غادي يبان البرنوسي بحال يعني ما كاين والو. ما حتى القهوه عندك، كان عندنا قهوه وحده مثلا، كانت قهوه وحده، ما عندناش ما كانش عندنا ميكانيسيان ديال السيارات، ما كاينش في برنوسي، فهمتي، عندنا حمام ولا جوج ولا ثلاثه. والكتاب في واحد خدمت فيه على واحد المحور، الاول والاولى، يعني اول حاجه بدات في برنوسي، مثلا اول مقهى، اول مسجد، اول مدرسه خصوصيه، اول مدرسه عموميه، اول حلاق. بقيت كنبحث حتى مشيت لواحد الحاجه اللي كتعجبني بزاف، اول واليوم كنحتفلوا بيوم العيد ديال المراه، اول امراه في البرنوسي ساقت السياره، شكون هي؟ اول طبيب، اول طبيبه، اول طبيب ديال الاسنان، هادشي كله مجهود. كانوا حاضرين في نعم؟ يعني حتى المراه عطيتها حقها في طبيعه الحال. المراه مثلا المولده اللي كانت عندنا في الدرب، ام رقيه الله يرحمها اللي كانت كتولد النساء ديال الدرب، كاين ام الباتول اللي كانت في المدرسه ديال المرابطين اللي حاليا يوسف المتاشفين، اللي كانت كتهلا في الدراري الصغار في التلاميذ، كيفاش كتعطيهم الماكله. وانا يعني كاين واحد الممرضه اللي كانت هي اللي كانت يعني كتكلف الناس بالنسبه للابار. وهذا يعني بيسير المراه حاضره في سي شروق. بغينا نعرفوا باقي ما الاصدار ديالك باقي ما خرجش،
فامتى ان شاء الله غتفرج على الاصدار ديالك؟ اول الكتاب ديال سيدي البروسي ذاكره مكان وزمان هو من اصدارات ديال جريده انفاس بريس، وحنا حاليا حنا في الاعداد ديال حفل اول حفل ديال التوقيع وتقديم الكتاب يوم 18 مارس هذا الشهر بالقاعه الكبرى ديال المركب الاداري ديال مقاطعه سيدي البرنوسي، غادي يكون بالشراكه مع المقاطعه ومع نادي رشاد البرنوسي. اللي نسيت بان نذكر بان رشاد البرنوسي الفريق ديالنا اللي هو كيحمل الهويه ديال البرنوسي، اللي هو عطى الاشعاع للحي ديال البرنوسي واللي عرف البرنوسي بما انه عطى لعابه كبار لجميع الانديه ديال، ما كاينش فريق مغربي ما لعبوش فيه جوج ثلاثه سته ديال اللعابه من البرنوسي، لدرجه ان يوسف السفري ولد البرنوسي حمل الشهر ديال العماده ديال الفريق الوطني. قلت اذا يوم 18 مارس موعدنا مع اول حفل ديال التقديم مع الساعه الخامسه ان شاء الله نكون مواكبين لهذا الحدث. وعلى ذكر نادي ديال البرنوسي ذكرتي الرياضه، فاحنا كنعرفوا الحب ديالك والشغف ديالك بنادي نادي الرجاء البيضاوي، ف حبك للبرنوسي خلاك انك تدار عليه واحد الكتاب، واش ممكن اننا نشوفوا سي شروق كيصدر كتاب على الرجاء البيضاوي؟ وهذه امنيه ديالي باش نصدر كتاب على الرجاء الرياضي، ولكن الحب العشق ديالي راه ما ننساش بانه الفريق الام الرشاد البرنوسي اللي كبرت فيه وكبرت في وسط الملعب ديال البرنوسي، الدار ديالنا قريبه والمدرسه كتقرا فيها قريبه الملعب ديال البرنوسي، والرجاء البيضاوي هذه امنيه ديالي وشرف لي انني واحد النهار نفكر ندير كتاب على الرجاء الرياضي. الرجاء الرياضي اللي بالنسبه لي ماشي غير الفريق ديال كره القدم، هو المدرسة ديالي، هو اللي خليني نقرا، هو اللي خليني ندير الصحافة، وغتجي فرصة باش تحثوا على المسألة ديال العلاقة كيفاش ديالي مع الرجاء الرياضي اللي بالنسبة لي أنا ماشي غير فريق، يعني شي حاجة كبيرة عندي. إن شاء الله. وكان هذا هو لقائنا مع السيد محمد شروق اللي حدثنا فيه على آخر إصداراته اللي عنونها بحي سيدي البرنوسي ذاكرة مكان ووجدان. هذا هو لقائنا، نتلقاكم إن شاء الله في لقاء جديد قريبا جدا، والسلام عليكم.